ما اعرفش في سنه كام في اغنيه ظهرت لمطربه اسمها عايده الشاعر. الاغنيه ما اعرفش اذا كان لحنها محمد عبد الوهاب او لا، بس يعني لكن الاغنيه كانت مستفزه قوي. كانت بتستفزني انا يعني. كانت المطربه تطلع يعني الحقيقه شبه علبه حلاوه المولد، وكانت تطلع تغني تقول انا هو انا هو انا هو سكر قدامك اهو، قمر 14 اهو، وجمالي مش على حد، شوف البجاحه، وجمالي مش على حد. حقيقه انا النهارده افتكرت الاغنيه دي مع ان انا بقالي يعني عقود ناسيها خالص، انما افتكرتها. انا هو انا هو انا هو سكر قدامك اهو، قمر 14 اهو. ليه بقى افتكرتها؟ انا هقول لك وما يعني اصبر شويه. ايها الاحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل ده كرش ياد؟ ايه يا عم، وحش وحش الفلا، ايه الكرش ده؟ الحقيقه انا طول عمري بحب اللعبه الحلوه، واحب الشخصيات الذكيه القويه المسيطره، بحب الست القادره الذكيه اللي تسمع الكلمه وتقلبها في دماغها كده تدورها، وهوب تيجي واخده قرارات مصيريه عشان تحمي عيش الزوجيه وتحمي الكرسي والسلطانيه. يوم الخميس اللي فات كنا في البرنامج ده اتكلمنا عن تمدد مدبولي، مستر مدبولي مبلولي، اللي هو وقرنته راحوا وصلت المرحله انهم بياخدوا صور تذكاريه رسميه مع رئيس الصين. واتكلمنا عن تراجع السيسي ومظاهر الموضوع ده. هفكرك بحلقه 26 سبتمبر 24. ليه مدبولي واخد المدام ورايح الصين ويتصور صوره رسميه؟ السيسي فين؟ ده احنا كنا يعني على طول الراجل كان معانا، يعني حصل له حاجه يعني؟ ليه مدبولي عمال يتصدر المشهد دلوقتي زي ما نشوف كده؟ اهو ابرز مظاهر تراجع السيسي. عدم الظهور في كلمات مرتجله طويله بالمؤتمرات من مايو 24. تفويض مصطفى مدبولي في مهام حساسه باداره الدوله اهمها التفويض بالبيع. غياب السيسي عن مؤتمر دولي في بكين وحضر مدبولي، ولو سمحت يا اعداد تكتب حضر مدبولي والسيده قرينته. غياب السيسي عن المشاركه باجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده وبعد بتاع السجاد. تفويض مصطفى مدبولي برضه في مهام حساسه دي تاني مره، معلش تعادت. غياب السيسي عن افتتاح مبادره بدايه وحضور مدبولي بدلا منه او عنه. غياب تعليق السيسي على احداث مهمه زي وباء اسوان والهجوم على لبنان. تصريحات نادره لمدبولي عن الشان الخارجي وحرب لبنان. تزايد ظهور مدبولي الاعلامي وتصدره الاخبار مع تراجع اخبار السيسي. لأول مرة بنشوف موكب رئاسي المدبولي يعطل الطرق أثناء زيارته للعاصمة. كثرة الحديث عن مرض السيسي النادر. إحنا ما نعرفش. إحنا ما نعرفش. ليه السيسي بيختفي عن الأضواء؟ ده عاشق الحديدة. بس ده محب. ومن هنا من المكان ده وجهت نصيحة خاصة ومخلصة للأخت انتصار. وقلت لها انها تشوف الموضوع ده قبل ما الحكايه تفلت، وهفكركم بالرساله دي. اخر حاجه بقى قبل ما امشي، نصيحه للاخت انتصار بجد مش هزار. مرات مدبولي بتتصدر المشهد وده مش حلو. فكره البرستيج برضه مهمه. يعني ايه؟ مرات مدبولي بقت سيده مصر الاولى؟ معقوله المنصب خلي كده؟ ولا ان غاب القط تلعب يا فار؟ والنهارده بقى زي ما قلت لكم، الحقيقه ان السيده انتصار ما كدبتش او ما كدبتش خبر. وام راحت اوام زق المحروس قالت له قوم يا منيل اطلع وقول انا كويس. فخرج عبد الفتاح النهارده، والعنوان هو استعاده قديمه لاغنيه الاستاذه عايده الشاعر، انا هو انا هو انا هو سكر قدامك اهو، قمر 14 اهو، وغرامي مش على حد، وهوايا للميكروفون ملهوش حد.
فخرج النهارده السيسي في حفل تخريج ضباط الشرطه وجعل نفسه واتكلم 7 دقائق، 7 دقائق بحالهم تعدهم على الساعه. اهم حاجه فيهم انه بيطمننا عليه، بيقول لنا لا ده انا سكر. شفتوا عايده الشاعر زمان؟ شفت المزمبلي اللي كانت بتبقى عامله ده؟ في عربيه ايس كريم بلدي كانت داخله عليك كده، اوكي هو بقى عمل زيها، بيطمن الشعب انه كويس وانه الاحسن للاحسن للاحسن. خلينا نوريكم قمر 37. انا يمكن مش هتكلم كتير قوي، لكن انا بس لكن عايز اطمنكم ان احنا بخير، والامور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقره، ومن من من يعني من جيد او من حسن لاحسن. مين حسن ده؟ وايه الافتعال والانفعال اللي انت فيه ده؟ وبعدين واضح ان الحكايه كترت، فهو انتهز هذه الفرصه علشان يهاجم اللي بيطلقوا الاشاعات الوحشين اللي هو احنا وناس كتيره يعني، وحلب بايمانات المسلمين ان الكلام ده ما لوش اي اساس من الصحه. نسمع كده. من فضلكم انتبهوا جدا، لان طبعا في الفتره ديت ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الافك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده والاشاعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله اساس من الصحه كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهفضل كده طوال ممارستي للمهمه هنا. معلش يعني هو تشريحيا من جهه التشريح او ما يطلق عليه ابناء الفرنجه الاناتومي، هو من هنا لهنا ده حجم جسمك فعلا؟ يعني اذا افترضنا ان ده خط ظهرك مش خط الدفاع، خط الظهر، فهل يجوز ان خط الظهر يبقى من هنا لهنا كده؟ يعني مش في مساحه اوفر شويه؟ فهل انت تخنت ولا انت لابس دبل واقي الرصاص، ولا انت لابس ايه تحت؟ عشان يعني مفترض انه ظهرك يقرب سنه من ظهر الكرسي، انما انت قاعد على ايه؟ بلقى خشبه؟ ليه كل المسافه دي؟ وليه المسافه لو رسمنا الظهر كده ليه كل المسافه دي لحد لا مؤاخذه عظم صدرك او لحم صدرك؟ ليه كل المسافه دي؟ لحم. هو في لغد وفي حاجات، انما مش كده ولا ايه؟ وعلى طول قال لك اشاعات، فخرجت دار الافتاء على طول تحرم عيشه اب وام اللي يطلق الاشاعات. اهو دار الافتاء لمن يروجون الشائعات دون تثبت، انتم اثبت على اثم عظيم. فدار الافتاء الحقيقه طالعه تقول تغني نفس الغنوه، الراجل طلع قال اشاعات اشاعات اشاعات، راحت طالعه تقول لك الاشاعات دي تبقى كذا. بس ايه اشاعات ايه؟ هي ايه الاشاعات الفتره اللي فاتت؟ ما نراجع كده مع بعض. ما كانش فيه غير اشاعه واحده بس، غير انك انت خبطك مرض ملوش علاج، دي الاشاعه الوحيده. ولو افترضنا انها مش اشاعه، ولو افترضنا انها كذب، فالسؤال عن سبب غيابك المفاجئ في احداث وزيارات ومواقف مهمه، وده اللي قلناه في حلقه الخميس، وطلعت انت النهارده ترد يا جعر. اهو اتفضل. احنا قدام رجل مريض؟ هل احنا قدام تصدير لمدبولي علشان مدبولي هو اللي يشيل الليله ويستحمل غضب الشعب؟ طب ولو ده صحيح، السيسي اللي كان يفرح لو ركب قطر ما يركبش طياره لحد الصين وما يحضرش الهلمة اللي كانت في الصين والاتحاد الاوروبي والامم المتحده؟ معقوله؟ واستقبال وتصوير، يعني اذا كان هو بيصدر مصطفى مدبولي يشيل الليله الزفت دي، طب والسفريات الحلوه والطيارات واستقبال الناس ليه واستقبال الزعماء والصور الشخصيه
ده السيسي كان بيعشق الحكاية دي جدا. حتى كلمتنا كلمة مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قالها الجدع بتاع السجاد والنجف وزير الخارجية. طب دي كان فيها سفرية لوز العنب. هل احنا قدام شيء تاني او تعليمات دولية مثلا للسيسي بانه يتراجع عن المشهد؟ يا جماعة دي بلد، الراجل ده فين؟ لكن عايز اطمنكم ان احنا بخير والامور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة، ومن من من يعني من جيد او من حسن لاحسن. الكذب زي ما بقول كده والاشاعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله اساس من الصح كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهفضل كده طوال ممارستي للمهمه هنا. هو عدلي منصور اللي طلعه من المتحف، ما كان قاعد تحت اللحاف ولابس الجلابيه المقلمه، جلابيه حسين الرياض بالطاقيه بتاع حسين الرياض ولابس الخوف الشتوي، ايه اللي مطلعه من المتحف؟ احنا الحقيقه لينا ملاحظتين على الرد السريع ده. اولا ان الكلمه كانت قصيره جدا وعلى غير عاده السيسي في اللت والعجن والفت واللي كانت موجوده فعلا لحد مايو 24. دي اول ملاحظه، ان الكلمه بتاعت النهارده دي 7 دقائق. هو بص يا معلم، فاست فود فاست توك، الراجل دب خبط كلمتين وشكر على كده. وده اللي حصل برضو في الاحتفال بالمولد النبوي، طلع قال كلمه صغيره ومشي. فايه القصه؟ انت مايو اللي فات كنت ملعلع وكنا بنشتغل وبنرزق من وراك. دي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه ان السيسي ما ردش على ولا سؤال ولا برر اي مظهر من المظاهر اللي اتكلمنا عنها يوم الخميس، عن سر غيابه وتصديره مدبولي اللي احنا قلناه في الجراف ده لو انتوا فاكرين، عدم الظهور في كلمات مرتجله طويله بالمؤتمرات من مايو 24، تفويض مصطفى مدبولي في مهام حساسه باداره الدوله أهمها التفويض بالبيع في السعودية، غياب السيسي عن حضور مؤتمر دولي في بكين ويحضر مدبولي وقارنته، غياب السيسي عن المشاركة في اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة لا مكلمة، غياب السيسي عن افتتاح مبادرة بداية وحضور مدبولي بدل منه، غياب تعليق السيسي على أحداث مهمة زي وباء أسوان وضرب لبنان، تصريحات نادرة لمدبولي عن الشأن الخارجي وحرب لبنان، تزايد ظهور مدبولي الإعلامي وتصدره الأخبار مع تراجع أخبار السيسي. لأول مرة موكب رئاسي المدبولي يعطل الطرق أثناء زيارته للعاصمة. اتكثر الحديث عن مرض السيسي النادر.